الموسم الثقافي 43 الدورة الخريفية. كنهتموا بالطفل ملي كيبدا عنده 4 سنوات هو ممكن يجي للورشة حتى السن ديال 17 سنة، يعني كيتهيئ الطفل باش كيفاش يتعامل مع الألوان، كيف يتعامل مع الأشكال. وفي نفس الوقت كاين شويه ديال الترفيه، لان ماشي كاملين نخرجوا فنانه، ولكن كناخذوا من هاد الاطفال الفنانين للمستقبل. اذا وفي نفس الوقت كنعملوا وجدوا معارض باش يكون في المركز الحسن الثاني غدا ان شاء الله الاربعاء، عندنا افتتاح ديال المعرض ديال الفنانه الكبار والفنانه الصغار. اذا الموسم كيهتم بالطفل في طول السنة، لأن اليوم آخر الأسبوع كنخدموا مع الأطفال في الورشة هذه مفتوحة طول السنة. هو يا مع أصيلة، لأن أصيلة واحد المدينة اللي عشنا فيها ملي كنا باقيين صغار حنا، وحنا كنعرفوا بأنه تقريبا 78 دار المهرجان ديال أصيلة، من 78 وهي أصيلة كتعرف توافد مجموعة كثيرة من الفنانين عالميين، مغاربة وأجانب، والاحتكاك ديالنا مع هاد الأجانب هادو مع هاد الفنانين هو اللي خلانا حنايا كفنانين في أصيلة يكون عندنا واحد ماشي قدرة ولا واحد الاهتمام كثير بواحد السن مبكر بالفن، بحال اللي كنشوفوا حنا في هاد القاعة هادي اللي هي دابا هي ورشة الأطفال، الأطفال الصغار كيجيو يخدموا بجانب واحد الفنانين اللي هما مستدعين هاد العام هذا الموسم 43 ديال الفيستيفال، ومن بينهم أنا حتى أنا مستدعي كفنان. وهاد الاحتكاك هذا بين الطفل والفنان اللي هو واحد عنده تجربة، واحد موهبة، واحد عنده سنوات ديال العمل والشغل، كيكون هذا هو الهدف، وخلق واحد الجيل اخر جديد باش يعاد. وحنايا في هذا العام هذا السنه هذه المهرجان الاصيله كان تقريبا كيكون في الصيف، ولكن هذا العام هذه السنوات الاخيره ولا كانت في الدوره الخريفيه ديال المهرجان. وكما كتشفتوا انه كاين مجموعه ديال الفنانين اجانب، اسبان، مغاربه، بحرينيين، اماراتيين، وطبعا حنا معاهم مغاربه. هذا الاحتكاك هذا ديال الفنانين هذا وهذا مع فنانين اجانب، بحرينيين، اماراتيين، اسبان، مغاربه عايشين على في الخارج، هذا الاحتكاك هو الهدف من هذا الموسم هذا، وهذا الهدف.